لان دائما من شارع ليران زهران الطريق اللي كتدي لحي هذه العلي من كتدي لوبيتال ميليتير خص المطالبة بالإنجاز ديال مشروع ديال مستشفى كبير للتخصصات بمدينة مكناس على غير المدن الكبيرة باش يكتملوا الأوراش. إلا غنهضروا على التيران الملعب الكبير وهذا يعتبر مكسب، فخصنا أيضا تكون عندنا المطالبة بإنشاء مستشفى كبير. البنيات ديال المدن كيوليو كيتمودرنيزا وحنا خصنا نلتحقوا بالركب. حنا كنشوفوا السرعه باش كيتبنوا بها المساحات والمستشفيات الخاصه، خاصها تواكبها حتى شي مشروع اللي هو يكون بعد معنا كبير ديال المستشفى. وراه عندنا الوعاء العقاري يمكن راه فيها القبيبات، وهي القبيبات تبارك الله راه فيها واحد المساحه كبيره، يعني ها هو ديجا هذا المشروع ديال يعني البلاصه ديال المشروع موجوده فين يكون. وهذا خبر مفرح، هادشي علاش انا جيت لهنايا بالخصوص، جيت لهذا الغرض. هذا الغرض اللي هو يخص بناء مستشفى تخصصات، بناء مستشفى تخصصات ديال مدينة مكناس. الإفراج على هذا المشروع هذا يعتبر بالنسبة لنا واحد الإنجاز، إن مكناس تحتاجه إن شاء الله تعالى. وراه كما قلنا الوعاء العقاري راه موجود في هاد المستشفى ديال القبيبات، راه فضاء كبير يمكن له يسع هاد المشروع هذا. فتبارك الله هذا خبر خلاو المصريين بمليون جنيه بالنسبة للمكانسة. شوف تبارك الله هاد المساحة كاملة كانت غير ضايعة، حرام أن ما يكونش فيها مستشفى كبير ديال التخصصات على غرار المدن أخرى ديال المملكة. وهاد المستشفى اللي غيجي حدا كتكمله لذاك المركز اللي هو خاص بالعلاج من داء السرطان. الله يشافي الجميع، الله يشافي ويعافي كل مبتلى. واضافه لذاك المركز ديال الكيلي اللي كاين حتى هو هنايا، هو مركز تصفيه الكيلي. يعني هادو مؤسسات اللي هما ذات اهميه بالغه واهميه قصوى. هذا هو السبب علاش